السباينال نيرفز دي عباره عن ايه بقى؟ بص كده معايا هتلاقي في سباينال كورد ضفيره كده عصبيه نازله، والضفيره العصبيه دي نازله من المخ ونازله بعد الميد برين بعد المدله اوبلونجاتا، نازله في السباينال كورد في الحبل الشوكي، والحبل الشوكي ده نازل فيه قناه اسمها القناه العصبيه. جوه ايه؟ جوه الفقرات العظميه. يبقى انا عندي فقرات عظميه، فقره ورا فقره ورا فقره ورا فقره، جوه الفقرات العظميه دي في ايه؟ ها؟ السباينال كورد. ايه السباينال كورد؟ هو الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده فيه ايه؟ فيه اكتر من 32 زوج من الاعصاب بيدوا على الجنبين. يعني ايه على الجنبين؟ يعني ادي يمين وشمال. مجموعه من الاعصاب من السباينال كورد تغطي الدراع، تبقى اسمها ايه؟ تبقى اسمها بتاعت الابر ليمب اللي هي البراكيال بلكسس. يعني مجموعه من الاعصاب تخش مع بعض وتتحد وتدي اعصاب لغايه الايد. مجموعه من الاعصاب تنزل لتحت وتدي حاجه اسمها الساكرال بلكسس. يعني ايه ساكرال بلكسس؟ يعني الضفيره الحوضيه دي تنزل عشان تغطي مين؟ الاعصاب بتاعت الرجلين. في بقى من كل جزء طالع عصب، خلي بالك بقى معايا، العصب اللي طالع من الحبل الشوكي عصب موتور وعصب سنسوري، يعني عصب محرك وعصب حساس. يقفلوا مع بعض ويدوا لي حاجه اسمها الارك او الريفلكس. عندنا حتتين في منتهى الجمال. الحاجه الاولانيه انه افري بارت في السكن، كل جزء من الجلد بيغطي عضو اللي تحتيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لما كانوا بيقسموا الاعصاب اللي طالعه يقول لك مثلا خد مثلا نمبر 10 مثلا او نمره 10 عند الامبلايكس، نمره 12 عند الحوض، عند 4 يغطي لك لغايه الصدر، وتشوف بقى اللي طالع واللي داخل. هيفيدنا في ايه الكلام ده؟ يفيدنا لما حد، في ناس بتفقد الاعصاب لغايه هنا بيسموها جاكيت سنسوري لوس. في واحد ما بقاش حاسس بالجزء التحت. في واحد خد حقنه غلط فضربت له الاعصاب اللي تحت ما بقاش يحس برجله. في واحده وهي بتولد ادوها حقنه مخدر وبيدوها في السباينال كورد للاسف في الحبل الشوكي، بوظت لها المثانه والبول. اشهر الامراض العصبيه اللي بتجي لنا العياده اول حاجه فوق خالص الصداع. يبقى ما فيش بني ادم على وش الدنيا ما عندوش صداع. فالصداع ده ممكن يكون له سبب ضعف نظر او مشكله في الانف، وطبعا الجيوب الانفيه بتعمل قلع عن صداع. ممكن الصداع ده يكون مشكله في في في, في جيوب في السنان، السنان بتعمل صداع. ممكن مشكله في الاذن تعمل صداع. ممكن اي مشكله داخليه، الامساك بيعمل صداع. ها؟ قله النوم بتعمل صداع. تيومر في المخ ده بقى اخر حاجه نفكر فيها. يعني لما يكون واحد عنده صداع مش اول حاجه افكر فيها ورم في المخ، لكن افكر الاول يعمل قياس نظر، اللي نظره ضعيف يعمل صداع. افكر الاول يكشف انف كويس، افكر الاول يكشف على اسنان، افكر الاول يكشف على الغده الدرقيه، افكر الاول يكشف يشوف رسم قلب، افكر الاول يعمل لي حقنه شرجيه على القولون اشوف فيه ايه، افكر الاول يقيس سكر ضغط صوره دم. الانيميا بتعمل صداع. فعندي 30 سبب للصداع. بعد ال 30 سبب مفيش كله تمام، ابتدي اعمل سي تي برين. يعني ايه سي تي برين؟ يعني اشعه مقطعيه على المخ. يمكن بقى يكون في ورم، لكن في دكاتره ربنا يكرمهم يا رب ويبارك فيهم، اول ما المريض يروح له عنده صداع يقول له ايه؟ يقول له سي تي ورم، اعمل لي اشعه مقطعيه. كده هو جاب من الاخر، ما ينفعش كده. وبعد كده المريض يدفع الاف الجنيهات يعمل سي تي يطلعش عنده حاجه. ممكن يكون صداع خوف، صداع قله نوم. تاني مرض مرعب في الجهاز العصبي اسمه الصرع. والصرع ده بقى زاد اليومين دول قوي عشان خاطر المحمول والتليفون الكتير. التليفون والمحمول الكتير والموجات الكتيره اللي حوالينا بتعمل صرع. الصرع ده تشنجات كده والعيال بتترمي في الارض. فبيجي لي، انا مش عايز اقول يعني، النهارده جاني في عياده شباب في 16 و17 سنه عندهم صرع. بعضهم بيجي له تشنجات وبعضهم بيجي له بلاك اوت. يعني ايه؟ يعني بيغيب عن الوعي كده دقيقه دقيقتين وبعدين يرجع تاني. وبعدين بعضهم بيحصلوا ترانس اسكيمي اتاك، يقع في الارض وبعدين يقوم تاني. يعني مشاكل الصرع والبلاك اوت. احنا عندنا كل جزء من الجسم عباره عن بيتغذى بايه؟ بدم معين. ساعات الانسان من كتر القعده والشاب من كتر القعده بتطلع حاجه اسمها شاورز اوف كلوتس. يعني ايه شاورز؟ يعني كان الدم اللي طالع دم مش نظيف، كتل. في كتل بلاد كلوتس، وفي كتل بكتيريا، وفي كتل دهنيه نتيجه الكسل وقاعد. المفروض ان انا عندي بلاد برين بارير، يعني انا عندي حاجز، لكن لما بتزيد الزباله بتعدي. وساعات بقى ضغطه كبير قوي قوي فضرب فوق. فاللي انا عايز اقوله ساعات تحصل انفكشن. يعني في نوع من الانفكشن زي اللي هم بيقولوها لما الناس بتبقى مسافره، بيقول لك ايه؟ المننجايتس، عنده التهاب في الاوعيه السحائيه مثلا. طيب
ايه اللي عمل له البلاوي دي كلها؟ الموجات، الموجات اللي كانت مرضيه كتيره خلت الدم يتجلط. فلما الدم يتجلط يعملوا شاورز اوف كلوتس، تروح سدله مناطق معينه يروح واقع او تجي له شنوجات. ثالث مرض بعد الصرع وبعد الصداع هو اسمه الام اس. الام اس ده بقى بدعه جديده اليومين دول، اللي هي تليفات موجوده في اجزاء من الجهاز العصبي. هذه التليفات المفروض انها على حسب التشخيص بتبدا بنيورايتس، يعني التهاب في العين ممكن عمى، وبعدين بعد ده بعد العين تيجي في الاطراف، تلاقي المريض او المريضه مش قادر يحرك دراعه، وبعدين يفك، وبعدين مش قادر يحرك رجله، وبعدين يفك. لو هو استسلم للمرض هيتشل ويقعد على كرسي. ده بيتشخص بام ار اي وتحاليل جامده. يعني اول معلومه مدهشه عن الجهاز العصبي اللي هو سلامه عقلك. وسلامه عقلك ده يعني سلامه جسمك. ليه؟ احنا قلنا زمان العقل السليم فين؟ في الجسم السليم. يعني ايه العقل السليم؟ يعني التفكير السليم في جسم السليم. اذا التفكير المعتل من جسم معتل، يعني انا عندي مغص باستمرار وتعب باستمرار وعندي الام باستمرار، يبقى ده كل ده هيدي لك فكر مش مظبوط خالص. فهمتوا دي؟ يبقى العقل السليم والتفكير السليم في جسم السليم، هذا يقتضي ان انا العب رياضه وانام كويس ويبقى صحتي حلوه، ها؟ علشان مخي وتفكيري يبقى حلو. طب لو انا بقى كسلان ونايم طول النهار وسهران طول الليل وبرطه وباكل اي حاجه، ضاع المخ. المعلومه بتاعت ريفلكس الاعصاب، خلي بالك معايا، بص في عندنا حاجه اسمها ريفلكس ار. لو انا قاعد حاطط رجل على رجل كده وفري، وايه؟ فري. باجي على التندون بتاع العضله دي، تندون وتر يعني، واجي على الوتر ده واروح ضارب ضربه كده، اضرب ضربه كده تلاقي الرجل نطرت معايا. الرجل نطرت معايا ده ريفلكس. الريفلكس ده بنقيس بيه حاجات كتير قوي. يعني ايه؟ يعني لو الانسان طبيعي هعمل كده، هيروح عامل حاجه طبيعيه ريفلكس يعني. والريفلكس ده مش الركبه بس، ممكن واحد اضربه على كوعه يعمل ريفلكس. ها؟ ماشي؟ طيب اول واحده انا ضربته فعمل ريفلكس. طيب انا ضربت واحد كده فراح مديني بالرجل في وشي، ده ايه ده؟ ها؟ ده هايبر ريفلكس. ده عنده مصيبه في رجله، ده عنده هايبرتونيا ولا عنده ايه مصيبه؟ وفي واحد بقى تضرب فيه مهما تضرب مفيش كده، الاعصاب باظت. يبقى انا عندي الريفلكس البسيط ده اقدر احدد منه المريض ده هايبر ولا هايبو ولا جميل، في ايه؟ من حاجه بسيطه جدا. طبعا دكاتره كتير ما بتعملش ده، بيعملش ده غير بتوع الجهاز العصبي بس. اهم معلومه انك انت اي تفكير هنا هيبوظ لك المسارين تحت. ازاي الكلام ده؟ انت حضرتك لما بتفكر وتقلق وتخاف في الامتحانات، خايف من المرور، خايف من الشغل، خايف من اي حد، هتلاقي بطنك قلبت. ليه بطنك قلبت؟ عندنا حاجه اسمها الفاجل ديستشار، وده بقى العصب العاشر او بيسموه العصب الحائر. والعصب الحائر ده بيغذي بقى، بص بقى، فرع منه بيغذي الودن، لو لعبت في ودنك ترجع، وفرع منه بيغذي الايه؟ الحنجر، عشان كده في ناس لما بتزعل ها صوتها بيروح. وفرع من الجهاز العصبي ده اللي هو الفاجل نيرف بيغذي الفرينك، عشان كده ممكن واحد يجي له صغط، واعصاب منه بتغذي القولون، عشان كده الواحد لما يقلق في الامتحان يسهل يرجع، ها بطنه توجعه، ها في واحد كل ما يتكلم مع حد بطنه توجعه، لان التفكير والقلق والخوف بينزل اكتر من 3000 مركب سام تبوظ الامعاء. عشان كده بنقول ان البطن بتاعنا هو العقل الثاني. في ناس بتفكر ببطنها، وفي ناس بتفكر بقلبها، وفي ناس بتفكر بعقلها. مين فيهم المسيطر؟ في واحد بتسيطر عليه بطنه، في واحد ما عندوش في الدنيا دي غير بطن، وفي واحد قلبه وعواطفه ومشاعره، وفي واحد تفكيره وعقله. انت من انهي؟ انت ممن يسيطر عليك عقلك، ولا يسيطر عليك قلبك، ولا بتسيطر عليك مصارينك وبطنك؟ دي طبعا كانت نهايه فقرتنا اللي هي عن كسب او عن قرب، واحنا بنتكلم ببساطه عن الجهاز العصبي.